شكرا رائد، وأبدأ حواري مع ضيفي العميد دكتور هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة. أهلا وسهلا فيك من جديد عميد. نبدأ بالعدوان الإسرائيلي على غزة والذي لا يرحم لا الأطفال ولا النساء ولا المدنيين ولا حتى الصحفيين، يعني بحسب آخر المعلومات التي وصلت عن الأوضاع الميدانية صباح هذا اليوم في القطاع. كل المفاوضات السياسية لوقف النار تعثرت حتى الساعة، وإسرائيل تهدد بالدخول البري. من الناحية العسكرية، هل فعلا هناك احتمال فعلي لدخول إسرائيل في عملية برية ضد قطاع غزة؟ الدخول إلى غزة أو القيام بعملية برية ضد غزة بدأ الحديث من 10 أيام، وأعلنت إسرائيل أنها تستدعي الاحتياط، والاحتياط أن يوم هذا مش للدخول إلى غزة، للحلول محل الجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى وفي المناطق أخرى، يعني حتى يتفرغ الجيش إلى الدخول. ونحن قلنا يوما من 12 يوم على أنه لن يحصل ذلك خلال الأيام المقبلة. أولا الدخول أو الهجوم البري يستلزم ضرورة ميدانية ويستوجب قدرات لوجستية وغطاء سياسي. هلأ موضوع الغطاء السياسي بعتقد بعد ما تأمن، رغم أنه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كان موقفهم مع الأسف مع العدوان الإسرائيلي، بيبقى الأمور اللوجستية والميدانية. الدخول البري هو سلاح ذو حدين، يعني القوات المهاجمة يمكن خاصة بناء على التجربة الإسرائيلية تدمر الحجر والبشر وما في ليميت لها، بس هذا الدخول يعني سيوقع الكثير من الضحايا ويمكن أن يدخل إسرائيل في رمال متحركة أو في مستنقع. لذلك أنا أفترض على أن هذا الدخول البري إلى قطاع غزة سيكون محدودا، يعني لن تدخل القوات الإسرائيلية إلى مدينة غزة بأي حال، لن تدخل إلى المدن في غزة في قطاع غزة أو المناطق الأهلية. طيب محدودا إذن بأي معنى؟ يعني محدود بمعنى ستدخل إلى أي مناطق بالتحديد؟ تدخل إلى مناطق جغرافيا مشرفة مش ما فيها كثير من السكان، تسمح طبيعة الجغرافيا أنها تدخل وتسيطر على هذه النقاط لتزيد الطوق على غزة، بما لذلك من تأثير نفسي كبير أنه دخلت. ولكن الهدف المعلن أنه ضرب المخزونات الصواريخ والترسانة الصاروخية الصواريخ مش لحركة حماس، يعني هذا الدخول البري المحدود هل يفيد هذا الهدف؟ هل يعني ينفع هذا الهدف بشكل؟ لا المحدود ولا غير المحدود يمكن أن يحقق الأهداف الإسرائيلية، إن تأثيره النفسي يمكن وتأليب الناس والسكان الفلسطينيين الذين يسقطون ضحايا كل يوم على قياداتهم، هذا أحد الأهداف. ثانيا تجاه الداخل الإسرائيلي رسالة تانية على أنه عندما تقع خسائر داخل إسرائيل الشعب الإسرائيلي بيضغط على حكومته للقيام بعمل ما. لذلك نتنياهو عم يشتغل سياسي وتردده بالماضي، ونتذكر أنه ليبرمان انسحب من التحالف معه لأنه كان متردد إلى أن أخذ القرار بالبدء بالقصف الجوي على قطاع غزة. لذلك الموضوع له أبعاد سياسية وله أبعاد ميدانية. ولكن هون عميد في أهدافه لا أهدافه أنا برأيي ما بيحققها. ستدخل إسرائيل إلى غزة خطوة خطوة، إلى أطراف غزة، إلى خان يونس، إلى مناطق يمكن مشرفة، بس لن تدخل مدينة غزة، ربما رفح يعني كمان مقتضى بالسكان، لأنه قتال الجيش الكلاسيكي في المدن وقتال الشوارع ليس لمصلحته إلا إذا قامت إسرائيل، ويمكن ما عندها فريناج يعني ولا حدا بيربطها. أنا بفهم عسكريا عندما تدخل الدبابات إحدى المدن يعني الطيران بده يكون عم بيدمر كل الأبنية
اللي على يمين ويسار بدها تكون مدعومة بغارات حتما في مساندة جوية. وإسرائيل تملك قوة النيران. وغزة معرضة من البحر، نحن ما حدا عم يحكي عن القصف البحري، شاطئ غزة كله البحرية الإسرائيلية عم تقصفه قريبة منه. هناك مدفعية كمان إسرائيلية موجودة بالأرض الإسرائيلية تستطيع كمان أن تطال مناطق في قطاع غزة. التدخل البري المقصود منه تقدم ببعض المدرعات مجموعات لاحتلال بعض مناطق مشرفة واستراتيجية إلى حد ما، وساعتها المدفعية الإسرائيلية بترافق الدبابات، وقطاع غزة صغير يعني بتقدر تطال الأهداف. هلأ ما هي الأهداف حتى الآن؟ المعلن عنها هي الصواريخ، الصواريخ المعلن عنها عم نشوف الناس المدنيين. إسرائيل تقصد، وهيدي لأول مرة علنا، أنه تقتل المدنيين، عم تحذرهم اتركوا بيوتكم سأقصف هذه المنازل. وصار في عشرات العائلات بالاسم عم تموت بكاملها نساء ورجال وعصر، يعني لأهل القطاع. بس هون بدي اسألك شغلة، هيدا ترهيب. يعني قلت انه في كمان ضغط من الداخل الاسرائيلي ل يعني القيام بهذا الهجوم البري، ولكن هذا الهجوم البري كمان نعرف انه على طول بس يصير في تدخل بري بيصير في خسائر بشرية مش مثل ما يكون فقط يعني الموضوع استخدام الطائرات والغارات الجوية. هذا الامر لن يقلب ايضا الرأي العام الاسرائيلي على قيادات؟ اذا نعرف انه بعد لحد هلا يمكن في قتيل إسرائيلي واحد، ولكن إذا دخلوا برياً الأمر سيختلف. كل هذه الصواريخ التي أطلقت من غزة على إسرائيل كان لها تأثير نفسي أكثر من تأثير مادي. ما سمعنا مثلاً منشآت دمرت، ما سمعنا بقتلى إسرائيليين، إنما إذا قتل إسرائيليين من هذه الصواريخ بيزداد الضغط على الحكومة للقيام بهجوم بري. عم تقولي لي إذا دخل الجيش الإسرائيلي بده يسقط منه ضحايا؟ حتما، بس هو عارف مثل ما ذكرت لك بالبداية ما رح يدخل في حرب شوارع. متى يسقط الضحايا؟ المقاومة الفلسطينية ما بتقدر تجابه الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي بقتال كلاسيكي إطلاقا مهما ادعوا من القوة، لا يجوز، لا يستطيعون، يعني هذه عملية انتحار. ما إلهم إلا خيار الجرية أو حرب العصابات. هون بدي أوضح كاترين على حرب العصابات، أنا عم وجه رأسي كتير، كل ما نذكر بيطلع لي ناس حتى بيقولوا أنت عم تسميهم عصابات. في قاموس عسكري بيقول أنه الجرية وورفير أو حرب الغوريلا اسمها حرب العصابات. وفي تعبير تاني يتعلموا بدل ما يرجعونا رأسنا. بعدين الميليشيا، كلمة ميليشيا كلهم بينقزوا منها، ما اسمها ميليشيا، اسمها ميليس. كل القوات شبه العسكرية أو غير النظامية اسمها بالأجنبي ميليس. بالفرنساوي اسمها ميليشيا. بكوبا كاسترو البطل العظيم بيعتد كل يوم بيقول نحن المليئة. مهم، بس يعني لن تدخل إسرائيل بحرب برية أو بحرب كما تقول حرب عصابات. لا، هي إسرائيل جيش نظامي، لأن ليس من مصلحتها دخول في هكذا حرب. لا، الجيش الإسرائيلي بده يدخل، ليس من مصلحته أنه يدخل على حرب شوارع، مثلا مدينة غزة، مثلا مدينة رفع، الأماكن المكتظة بالسكان واللي بيوتها قريبة، من الصعب على الجيش النظامي أن يدخل بآلياته المدرعة إلا إذا دمر كل ما يحيط بها بواسطة المدفعية والطيران. لذلك إسرائيل ستدخل إنما كما ذكرت من أطراف غزة على نقاط قريبة من الحدود لتزيد الضغط والحصار على غزة ومدفعيتها تطال مدينة غزة والأهداف المعلن اللي هي بتقول انه بتعرف اماكن الصواريخ، بس هاي الصواريخ متحركة ليست ثابتة، يعني ليست في مخازن تحت الارض. هلا اذا عندها هي داتا، عندها معلومات استخباراتية عن المخازن، ممكن انها تقصف هذه المخازن لصعوبة نقل هذه الصواريخ او افراغ المخازن. اما الصواريخ التي تطلق ما ثابتة، نحن بنعرف تجربة بجنوب لبنان، إسرائيل ما بتعرف وين صواريخ المقاومة إطلاقا، لأنه كان صاروخ ينطلق وانتهى الموضوع، يعني محله ما بقى في شيء، وموح وموجود بمكان
يمكن الوضع لا يمكن مقارنته بجنوب لبنان لا بعدد الصواريخ الموجودة لدى المقاومة في الجنوب ولا بطبيعة والتي تردع إسرائيل ولا بطبيعة الأرض ولا أيضا بالحصانة أو بالأحرى التحصين اللي عند المقاومة بالجنوب ضد الاستخبارات الإسرائيلية. هذا مش موجود مع الأسف في غزة. نعم. لأنه الاستخبارات الإسرائيلية تبين أنه عندها معلومات. نعم. طب إذن شو أفق هذه الحرب؟ يعني طالما أنه حماس تقول أنه ستبقى صامدة لن تقبل بالتهدئة إلا بشروطها أو بشروط تضمن لها على الأقل فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين وما إلى ذلك من شروط، وإسرائيل كمان ما فيها تروح إلى النهاية مثل ما عم تقول أنه خيار الأقصى هو أنه تساند بالطائرات تدمر يعني غزة على من فيها وهذا مستبعد. إذن ما هي أفاق هذه في تعبير أمريكاني إنجليزي بقول at the end of the day يعني بنهاية الأمر سيتم وقف إطلاق النار، بس بالنتيجة بكون سقط شيء 1000 فلسطيني شهداء وآلاف الجرحى مثل ما حصل ب 2008-2009 إذا بتتذكري ومثل ما حصل ب 2012. هذا هو قدر غزة مع الأسف، قدر الشعب الفلسطيني الذي يذبح كل يوم مع الأسف كل سنتين ثلاثة. من يفتعل أنا ما بدي هون أنا قرر، لأنه الحرب لا يمكن تحديد بدقة من أطلق الشرارة. الحرب تستند إلى معطيات سياسية وميدانية، بيبدأ من يولع الشرارة. الآفاق أنا بعتقد سينهك الطرفان، إسرائيل ما فيها تستمر كتير بالحرب وحماس كلنا ما فيها تستمر حتماً حتماً أوصل لها. مستعدة للمواجهة؟ مستعدة إلى متى؟ وهل صحيح أنها لا. يمكنها أن تصمد لا. أمام هذا العدوان؟ لا، اليوم عاد صبيح هيدي. إلى متى؟ أنا بقول عن دولة مثل إسرائيل عندها إمكانيات هائلة ما فيها تستمر بالحرب أكثر من أسابيع، وكلنا بنعرف شو حصل بجنوب لبنان. يعني بعد 4 أسابيع 5 أسابيع هي إسرائيل قالت أمام بدي أرجع. بغزة نفس الشيء، إذا فاتت بهجوم بري ما فيها تستمر، في إلى في خسائر في تكاليف عم تحصل. يعني هي بتصير تطلب وقف إطلاق النار قبل غيرها. هيدي عض على الصبيع. الحماس شو عندها بغزة؟ عندها عدد محدود من الصواريخ، بتقدر بالمئات من الصواريخ اللي إلى تأثيرها وبالألاف من الصواريخ اللي بدائية إلى حد ما. طيب استنفذت هذه الصواريخ شو بيبقى بإيدها؟ لذلك ما عندها حل إلا تنتقل إلى حرب الشوارع في حال دخلت إسرائيل إلى غزة فيزيك ما يعني بقوة. المشكلة كما ذكرت الشعب الفلسطيني هو يدفع الثمن. وأنا قريت امبارح تقرير لمحايد يعني بصحيفة أجنبية بيقول أنه طيب الشعب الفلسطيني ما عنده خيار، عطى وكالة من 40 سنة لقاضي لقيادة وما قدرت نفعته. أنا ما عم أقول حماس عم بتهمها مثلا لا سمح الله مثل ما اتهموا البعض، لا لا لا، بس لنقر أن القيادات الفلسطينية بداية بالانقسام بين حماس والسلطة هذه أكبر ضربة للشعب بس الفلسطيني. بس عميد هون بهمني أحكي، هل يسحب الشعب الفلسطيني الوكالة من هؤلاء ويختار قيادة جديدة؟ هيك كاتب المقال وأنا أنا بتوقف عنده. أو أنه الشعب الفلسطيني بده يعمل انتفاضة مثل ما الشعوب البقية، بغض النظر عن هذا الاستثمار السياسي الذي يحصل على دم حتى الانتفاضات تكون يعني يكون لها قادتها من هذه الطبقة السياسية. طيب هون بدي أسألك شيء عميد، يعني لما بتوقع حرب بكون في إلى أهداف وإلى مصالح. اليوم يعني ما عم نفهم، يعني في حال حصل اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وحتى لو بشروط حماس أنه فك الحصار، تم فك اعتقال من أعيد اعتقالهم مؤخرا، فتحت المعابر، منفذ بحري كما يطالبون، والمسألة المالية يعني الإفراج عن التحويلات المالية. طيب
طب ما هو هدف هذه الحرب؟ يعني شو بنكون عملنا؟ بنكون رجعنا الى ما كنا قد اتفقنا عليه سابقا في العام 2012؟ ماذا حققت اسرائيل وماذا حققت حماس؟ هذا اللي يعني اذا بدنا نفترض هون سوء النيه انه حماس يعني كانت مستفيده من 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 اشعال هذه الحرب. طب ماذا حققت طرفها؟ يحصل اتفاق بشروط حماس؟ لن يحصل. ب 2012 حصل اتفاق معيب ومخجل بحق الشعب الفلسطيني بعد ما سقط مئات القتلى وبرعاية الرئيس السابق محمد مرسي، هذا 2012، ورجعنا اليوم هكذا دوليك بدأنا من جديد. لن يحصل اتفاق بشروط حماس مثل ما ذكرتي، فك الحصار وإطلاق المقفية، ولن تقبل حماس باتفاق تعتبره مهيب، لأنه إذا حصل بيسقط نتنياهو تاني يوم بإسرائيل ومنه مستعد يغامر بمستقبله السياسي. تانيا، حماس لتقبل هلأ كمان تستسلم مش مطلوب منها أنا بعتقد، ولا من الحكمة أن ترفع العشرة وتستسلم بالشروط الإسرائيلية. نحن دخلنا بحرب معقدة، تبين على أنه وفي وساطات جاءت متأخرة وعم يسقط كل يوم ضحايا وشهداء فلسطينيين. أنا باختصار بقول لك من الآن إلى أسبوع أو عشرة أيام أتصور على أنه سيصل الأمر إلى وقف إطلاق نار مؤقت، لا بشكل انه يموت الديب ولا يفنى الغنم. اتمنى ان لا يكون مثل اتفاق 2012 المخجل. المطلوب رفع الحصار عن غزه، بس هون بدي اقول نقطه مهمه. رفع الحصار يا في مشكله، يعني مع احترامي لحركه حماس وضعت نفسها في مأزق كبير، هي اساسا سياسي مأزومي، علاقاتها مع ايران سيئه جدا لانه اعتبرت انه خرجت من بين الأزمة السورية، وعلاقتها مع مصر مع سوريا سيئة، مع مصر سيئة، متهمة من مصر على أنها عم تسلح المجموعات المتطرفة اللي عم يقتلوا الجيش المصري بسيناء. علاقتها مع السلطة الفلسطينية ليست بشهر عسل، وعدوة الإسرائيل قدامها، واتكلت على دول خليجية ما قدرت تنفعها إلا ببعض المال. البعض بيشوف أنه ربما من خلال هذا العدوان قد تعيد نسج علاقاتها أو تعيد الحرارة إلى علاقاتها مع إيران، أو حتى يمكن البعض بيشوف أنه يمكن مع مصر. في موضوع ثقة مهم جدا، هذا الثقة وقت اللي بتنكسر رح تابع معك ما بتنبنى بيومين. نعم رح تابع معك، ولكن المزيد من الاطلاع على هذه النقاط وعلى غيرها أيضا من المواضيع المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، معي مباشرة عبر الهاتف المسؤول السياسي لحركة حماس في بيروت السيد رأفت مرة. صباح الخير. صباح النور، الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك سيد رأفت. يعني مع تزايد الكلام عن نية إسرائيل الدخول في عملية برية ضد قطاع غزة تزامنا مع تعثر المبادرات السياسية، هل في فرص جدية برأي حركة حماس للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في القطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تعليقا على الحديث الذي كان دائرا بينك وبين الضيف الكريم، أريد أن أعلق وأقول أن المعركة اليوم هي ودائما لم تكن بين فصيل فلسطيني وبين الاحتلال الصهيوني. المعركة اليوم ليس بين حركة حماس وبين الكيان الصهيوني. نحن لدينا معركة طويلة عمرها أكثر من 70 عاما بين الشعب الفلسطيني صاحب الحق، صاحب الأرض، صاحب التاريخ والهوية والحضارة، وبين فئة صهيونية إجرامية أرادت احتلال فلسطين وتقوم كل يوم بممارسة أعلى درجات الإرهاب ضد المسلمين والمسيحيين، تعتدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، تداهم المساجد وتداهم الكنائس، تمارس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين، وتعمل على إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية. لم تكن معركتنا في أي لحظة مع العدو الصهيوني هي معركة فصيل أو معركة شخص أو معركة زعيم. نعم، هو ما قاله أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن. نحن اسمحيلي نحن في حالة صراع دائم مع هذا الاحتلال الإجرامي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ويستهدف كل الأمة وكل المنطقة. من المعيب ومن المخجل أن نستمع إلى تحليلات تشبه نفس منطق بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو قام بهذا العدوان على الشعب الفلسطيني،
وليس الشعب الفلسطيني هو الذي اعتدى على الحكم على الكيان الصهيوني. لدينا اليوم منذ 3 أسابيع إلى اليوم 540 معتقل فلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948، منذ أن تم أسر 3 مستوطنين في الضفة الغربية جن جنون الاحتلال الإسرائيلي وأراد أن ينتقم من كل الشعب الفلسطيني حتى يرفع معنويات جيشه وحتى يساهم في تخفيف. نعم. طيب سيد رأفت، ردة فعل المجتمع الصهيوني. نعم. في النهاية الاحتلال الإسرائيلي هو الذي هاجم قطاع غزة، وليس قطاع غزة هو الذي هاجم الاحتلال الإسرائيلي. اليوم الشعب الفلسطيني يقف متحدا. أنا أطمئن كل المستمعين نيو تي في، وأطمئن كل المحللين السياسيين وبالأخص الأستاذ هشام جابر، أقول له أن الشعب الفلسطيني يقف متحدا اليوم في الداخل والخارج، متمسكا بأرضه بأعلى مستوى، متمسكا بمشروع المقاومة، وهو نحن نخوض هذه المعركة دفاعا عن الأرض وعن الإنسان وعن الكرامة. طيب سيد رأفت، سواء وليس على قاعدة أننا في حالة خلاف أو لدينا مشاريع فئوية خاصة، أبدا. نحن اليوم في كشعب فلسطيني نحن ندافع عن الأرض، ندافع عن الهوية، ندافع عن الإنسان، ومعركتنا طويلة ومستمرة مع هذا الكيان، هي معركة وجود. إما طيب. أنين الشعب الفلسطيني. لا بدي تجاوبني لو سمحت، لو سمحت. بدنا نحكي عن فرص التوصل إلى اتفاق. الذي قتل من اللبنانيين، وقتل من السوريين، وقتل من العراقيين، وقتل من المصريين. طيب. وقتل من كل العرب. طيب. نحن لا نخوض معركة فئوية مع الكيان الصهيوني. طيب واضح. نحن نخوض سيد معركة رأفت. وطنية عربية إسلامية قومية مسيحية. اليوم الشهداء في غزة يا أخ كاترين هم من المسلمين ومن المسيحيين فقط. نعم، رح نناقش كمان بعد شوي أكثر بهالموضوع، ولكن بدي أرجع للسؤال الأول سيد رأفت، إنه ما هي فرص التوصل إلى اتفاق، وهل يمكن أن يرضى الإسرائيليون بشروط حركة حماس في هذا الموضوع؟ بالنسبة للشروط، نحن نقول أننا في حالة اليوم نحن في حالة دفاع عن النفس وفي حالة صد لهذا العدوان. الاحتلال الإسرائيلي هو الذي بدأ بهذا العدوان وبدأ يتوسع به تدريجيا، قام بداية باغتيال 2 من المجاهدين في منطقة الشاطئ من الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، ثم قام بعد أيام بعد ساعات قليلة بقصف أهداف مدنية، ثم قام بقصف مجموعات عسكرية لكتائب القسام ولألوية الناصر صلاح الدين، وبدأ يصعد بهذا الأمر وأمر الصيادين بالعودة إلى داخل إلى الشاطئ الفلسطيني، وقام بمجموعة من الاعتداءات التي استمرت حوالي 3 أيام متواصلة. طيب. لذلك جاء الرد بهذا الشكل. نحن اليوم نقول أن نحن نعمل على الأهداف التالية: أولا وقف إطلاق النار ووقف العدوان على قطاع غزة بدون أي شرط من الشعب الفلسطيني. النقطة الثانية أن يتم توفير الحماية للشعب الفلسطيني بحيث لا يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين الأبرياء أو التوغل البري ضد أهداف مدنية كما كان يحصل كل مرة. النقطة الثالثة، هناك مجموعة من إلى اليوم عندنا 900 معتقل فلسطيني من القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 بعد أسر المستوطنين الثلاثة. هؤلاء يجب أن يخرجوا وأن يتم وضع حد لمسألة الاعتقال الإداري الممارس بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني، وأن يتم أن يتحول قطاع غزة وأن يتم الاعتراف بقطاع غزة كقطاع إنساني من حقه أن يعيش حياته الإنسانية بشكل آمن وهادئ ومستقر، وأن يتم وضع حد للإرهاب طيب. الصهيوني. هذه الشروط هل يمكن نعم، ولكن هل تتوقعون أن تقبل إسرائيل بهكذا شروط وهذا سوف تكون بمثابة هزيمة لها في هذه المعركة؟ عفوا، بمثابة ماذا؟ هل يمكن أن تقبل إسرائيل بهذه الشروط؟ أريد أن ألخص الوضع الإسرائيلي. الوضع الإسرائيلي اليوم على المستوى العسكري هو لا يقوم فقط إلا باستهداف المدنيين. المسألة الوحيدة التي ينجح بها الاحتلال الإسرائيلي هي استهداف المدنيين. أما مسألة التوغل البري والهجوم البري فهذه معزوفة نسمعها منذ 12 يوما.
الاحتلال الاسرائيلي يحشد 5 الوية على حدود غزة منذ 10 ايام، ولم يجرؤ المستوى السياسي على اعطاء اوامر واضحة للمستوى العسكري لتنفيذ هذا العدوان البري، والمستوى العسكري يلقي بالكرة على المستوى السياسي. الوضع الداخلي لحكومة الاحتلال هو وضع مهتز للغاية، الأزمة الداخلية كبيرة داخل الائتلاف الحاكم وداخل الليكود. نتنياهو اجتمع بمجموعة من الضباط العسكريين وكلهم أخبروه بأن وضعه سيء عسكريا ولا يمكن أن يتقدم في قطاع غزة. بالنهاية نحن في مرحلة صراع دائم. نعم، ولكن القبول سيد رأفت، يعني قبول سيد رأفت لو سمحت، يعني قبول إسرائيل بهذه الشروط سيجعل الوضع مهتزا أكثر داخل إسرائيل، ستقوم القيامة على نتنياهو فيما لو قبل بشروط حماس في هكذا اتفاق. لا نستبعد أن يكون مصير نتنياهو مثل غيره من رؤساء الوزراء الصهاينة الذين شنوا حروبا وانتهت حياتهم السياسية، هذا متوقع، وهذا ما يخيف نتنياهو ويجعله لا يجرؤ اليوم على اتخاذ طيب سؤال أخير سيد رأفت لو سمحت، سؤال أخير. الناحية العسكرية والسياسية لم يعد مثمر للكيان الصهيوني. ما هي قدرة حماس الحقيقية على الصمود سيد رأفت؟ ما هي قدرة حماس الحقيقية على الصمود فيما لو استمر هذا العدوان دون التوصل إلى اتفاق في وقت قريب، في ظل علاقاتها السيئة مع أكثر من دولة أساسية في دعمها في الصراع العربي الإسرائيلي على رأسها مصر وأيضا إيران؟ قدرة حماس على الصمود نابعة بشكل أساسي وقوي وواضح من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود. الشعب الفلسطيني يصمد منذ 70 عاما ونحن جزء من هذا الشعب الفلسطيني، نعيش داخل المجتمع الفلسطيني، نقاتل داخل المجتمع الفلسطيني، نمارس حياتنا الطبيعية داخل المجتمع الفلسطيني، نحن جزء وشريحة أساسية من هذا المجتمع. طيب بس ما بدكم أسلحة، ما بدكم أسلحة، ما بدكم دعم سياسي سيد رأفت. نحن صامدون. الحروب تحتاج إلى أسلحة وإلى دعم سياسي. لدينا أوراق قوة كثيرة وهناك أطراف إقليمية تدعم وإيران تدعم، أنا بطمئن الجميع، إيران تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب المقاومة، ومعظم دول المنطقة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب المقاومة. شكرا لك سيد رأفت مرة، المسؤول السياسي لحركة حماس في بيروت، أهلا وسهلا بك. ما بعرف إذا قبل ما أنتقل للصحف إذا عندك شيء. خطاب سياسي ممتاز أو رد، يعني أنا بهني على الخطاب السياسي وخطاب وطني إلى آخره، بس أنا هون مش بنفس الموقع. العواطف والتمنيات كتير حلوة، بس أنا أكثر عم نحاول نقوم بتحليل منطقي احتراما لعقول الناس ومحاولة لمعالجة المشكلة. أنا بوادي وهو بوادي مع احترامي لشعوره، وبرجع بقول أنه دائما الشعب الفلسطيني هو الضحية، ومش لعبة انه كل سنتين ثلاثة بروح له 2000-3000 ضحية من الشعب الفلسطيني. رح نتابع معك حضرتك. واسرائيل دولة غادرة لا يمكن الوثوق بها، دولة لا يوجد كوابح لإجرامها، ومع الأسف المجتمع الدولي كله بدأ بالرئيس أولاند الذي شجع اسرائيل، وبكره بعت لوران فابيوس لحتى يلعب دور بالمصالحة، وأنا بشك أنه بيطلع بإيده شيء. لأنه إذا جون كيري من يومين was not welcome، يعني ما كان مرحب فيه فكيف لوران فابيوس يعني. مع الأسف برجع بقول أنه المجتمع الدولي والقوى العظمى ماشي عم تساند إسرائيل، لأنه إسرائيل استطاعت أنه تظهر نفسها بموقف الضحية رغم أنه ما سقط ولا ضحايا إسرائيليين. فكيف لو سقط ضحايا إسرائيليين؟ أنا برأيي ساعتها الأمور لا يمكن ضبطها، واجتياح غزة على مستوى كبير سيكون يعني دون رح نتابع معك حضرة العميد، ولكن اسمح لي توقف مع جولتنا اليومية على أبرز ما ورد في صحف اليوم مع رونا. تفضلي رونا. شكرا كاترين، صباح الخير لكل المشاهدين. البداية على جولة الصحف من صحيفة الأخبار، وعودة إلى المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي على شواطئ غزة. بقلم أحمد هادي كتب بعنوان بحر غزة لونه أحمر، بين الحياة والموت فارق زمني قصير يبدو من بعيد كخيط ناري خبيث ينزل من الطائرات مدفوعا بقوة الحقد على الصغار فيحولهم إلى خبر أليم ويبقي الحسرة في قلوب أمهاتهم اللواتي أشبعن وجوههن لطما وضربا لعلهن يستفقن من هول الصاعقة التي حلت عليهن. إنها الحرب لم تبقي ولم تذر من البراءة شيئا بشهادة ميناء غزة،
هنا جبلت دماء 4 أطفال من عائلة بكر برمل الشاطئ. أعمارهم كانت ما بين 9 و10، جاءوا قبل موتهم إلى الشاطئ هربا من ضوضاء الحرب الطاحنة إلى حيث كانوا يظنون أن الهواء والماء راكدان والمراكب رابضة. كانوا كما لو أنهم أسماك اشتاقت إلى رؤية شمس الغروب للمرة الأخيرة، لكن الاحتلال قرر اصطيادها. كان على مقربة من الأطفال شخص يعمل في إحدى مؤسسات الإغاثة الدولية، يقول إنه كان ينظر نحو الأطفال وهم يهللون ويلوحون لبعضهم بعضا. فجأة نحى نظره اتجاه زاوية أخرى من الميناء حتى فزع بصوت صاروخ سقط قرب الأطفال وأصاب كونتينر خاليا، فحمد الله أنهم نجوا من الاستهداف. لما رقدوا هاربين والنار تشتعل خلفهم دهمهم صاروخ ثان فهرع نحوهم لإسعافهم بعدما غطتهم سحابة بارود، ولما انقشعت فاح الدم وتكشف تفحم أطرافهم وتمزق أحشائهم. أيضا فيما يخص العدوان الإسرائيلي على غزة ونبقى مع صحيفة الأخبار، كشفت مصادر من داخل الوفد المفاوض المشترك بين حماس والجهاد الإسلامي أن عباس فرض شروطا تعجيزية على الحركتين، بينها ضرورة الموافقة على المبادرة المصرية بلا شروط لإنهاء الأزمة. ورأت المصادر أن أبو مازن بتشدده في ضرورة الموافقة على المبادرة المصرية تأكيد إضافي على دوره في صياغتها، كما كشفت صحيفة هآرتس العبرية، وهو ما يؤكد سعيه إلى القضاء على الحركتين. المصادر أشارت كذلك إلى أن رئيس السلطة اقترح على حماس الموافقة على المبادرة لقاء ضمانه فتح معبر رفح بوجود حرس الرئاسة، وتابعت أنه بعد أن وجد الإسرائيلي أن الأطراف الفلسطينية غير متفقة ارتأى أن ينسحب من المفاوضات ويعود إلى تل أبيب. والآن من صحيفة الأخبار سننتقل إلى صحيفة السفير وما كتبه عماد مرمل تحت عنوان معركة غزة تحت مجهر حزب الله. لم يمنع انشغال الحزب بمواجهة النصرة على الحدود اللبنانية السورية من المواكبة الدقيقة والمتعددة الأشكال للمواجهة التي تدور في الأراضي المحتلة بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، كما لم يمنعه هذا الانشغال بوضع الحدود الشرقية من البقاء في جهوزية تامة للتعامل مع أي تطور على الحدود الجنوبية، حيث العين مفتوحة واليد على الزناد. وأغلب الظن أن المقاومة تواكب بدقة التجربة الجديدة للفصائل الفلسطينية في غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي بغية استخلاص المزيد من الدروس والعبر التي من شأنها تعزيز قدرات حزب الله في حال فرضت عليه حرب إسرائيلية جديدة. والأرجح أيضا أن حزب الله يراقب كيفية تعامل العدو مع القصف الصاروخي الذي يتعرض له، وصولا إلى رصد طبيعة التحولات التي طرأت على المنظومة الدفاعية والهجومية للعدو بعد مرور قرابة 8 سنوات على حرب تموز. وإذا كانت تل أبيب تفترض أن بمستطاعها التحكم بنهاية مغايرة هذه المرة، فإن المؤشرات حتى الآن توحي بأنها تنزلق مجددا إلى المأزق ذاته الذي صادفته في لبنان قبل 8 سنوات. والمفارقة أن إسرائيل تقاتل في غزة وشبح حزب الله يلاحقها وسط تخوف الخبراء العسكريين في كيانها مما يملكه الحزب من مخزون صاروخي وخبرات عسكرية قياسا إلى إمكانيات حماس والجهاد في القطاع المحاصر. فهل تجعل حصيلة معركة غزة فرضية الحرب الإسرائيلية على لبنان أبعد من أي وقت مضى؟ وإلى صحيفة النهار وملف الكهرباء بعنوان مزيد من التأزم وزيادة في التعرفة. الحديث الجدي حول إمكان رفع أسعار التعرفة الكهربائية قد بدأ في الكواليس وظهرت علاماته إلى العلن بعد إرسال شركة كهرباء لبنان طلبات إلى وزارة المال لطلب الموافقة على مضاعفة أسعار استهلاك الكهرباء وعلى زيادة التعرفة خصوصا على الشطور الأولى التي تطاول شرائح العمال وذوي الدخل المحدود. وقد اقترحت الزيادة على التعرفة على الشكل الآتي: مثلا 100 كيلووات من 35 ليرة إلى 100 ليرة. وفي هذا السياق تكشف مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان للصحيفة أن زيادة التعرفة أصبحت ضرورة قصوى، كون التعرفة المعتمدة حاليا مبنية على أساس سعر برميل النفط عند حده الأقصى $25، في الوقت الذي تخطى فيه حاليا سعر البرميل عالميا مستوى $110. ومن هنا تؤكد هذه المصادر أن الحل البديل لزيادة التعرفة الكهربائية هو في زيادة ساعات التقنين، الأمر الذي لا يمكن المواطن اللبناني تحمله أكثر. وقد أنجزت مؤسسة كهرباء لبنان دراسة أكدت نتائج
نتائجها أن تطبيق الزيادة على التعرفة التي تم اقتراحها يساهم في توفير حوالي 650 مليار ليرة إضافية، الأمر الذي يؤدي إلى تأمين 3 ساعات إضافية من الكهرباء. ومن ملف الكهرباء إلى ملف الماء واحتمال استيراد الماء من تركيا، هذه القطعة من صحيفة الأخبار. نفعت حملة التهويل التي تولاها أكثر من طرف في جعل خيار استيراد المياه من تركيا جديا، وعلم أن اللجنة الوزارية تنتظر خلال الأيام المقبلة عرضا رسميا تركيا، وسط توقعات بأن تصل الكلفة إلى حوالي $1.5 للمتر المكعب، بكلفة إجمالية تصل إلى حوالي $20 مليون. وفيما أعلن رئيس اللجنة الوزارية سمير مقبل أن استيراد المياه قد استبعد، قالت مصادر اللجنة أن اللجنة لم تسقط خيار استيراد المياه من تركيا في مرحلة لاحقة إذا لم يجري تغطية النقص المتوقع على نحو كامل. وكشف وزير البيئة محمد المشنوق للصحيفة أنه خاطب السفير التركي في بيروت بتكليف من اللجنة الوزارية، طالبا منه أن تقدم الحكومة التركية عرض أسعار رسميا لكلفة استجرار المياه من تركيا إلى لبنان. وفيما تشير التقديرات الأولية إلى أن لبنان في حاجة إلى 100,000 متر مكعب من المياه يوميا، ليس معلوما بعد الكلفة الحقيقية لشراء هذه الكمية من تركيا، وما إذا كانت هذه الكلفة تشمل النقل والتفريغ في محطة التخزين في الضي، وكذلك ما إذا كانت تشمل كلفة التكرير، أو أن المياه ستكون بحاجة إلى التكرير قبل استعمالها. ننتقل إلى الخبر الأخير من صحيفة المستقبل. كشفت مصادر حكومية أن المشاورات التي جرت بين رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وقائد الجيش العماد جان قهوجي بشأن شكل الاحتفال المنوي إقامته في الفياضية في الأول من آب المقبل في ظل غياب رئيس الجمهورية خلصت إلى عدم إقامة احتفال رسمي موسع واختصاره بحفل مقتضب لتخريج الضباط الجدد يتولى خلاله قائد الجيش تسليمهم شهادات التخرج بدل السيوف التي درجت العادة يقوم رئيس الجمهورية بتسليمهم إياها، لافتة في هذا السياق إلى أن سلام أبى ترأس الاحتفال وكالة عن رئيس الجمهورية. لهون بنوصل لختام جولتنا على فقرة الصحف، فاصل قصير وبنرجع لمتابعة برنامج الحدث. برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وبتابع برنامج الحدث مع ضيفي العميد دكتور هشام جابر، وننتقد الحديث عن معركة قلمون معك حضرة العميد. مثل ما قلنا في عمليات كر وفروة، في معارك قاسية على ما يبدو، قتلى لحزب الله يتم تشييعهم يعني بوتيرة متسارعة، ويحكى أيضا عن قتلى كثيرين لجبهة النصرة وللمسلحين. هل في إمكانية لحسم هذه المعركة في ضوء الصعوبات والظروف الصعبة جغرافيا وعسكريا لكل الأطراف؟ أولا المعركة ضارية جدا، بس إمكانية الحسم واردي وآتية وقريبا. نعم. يعني مش بأسبوع يمكن مثل ما قال البعض. أنا بتصور أنه القرار اتخذ بتصفية الإرث أو التركة القلمونية. نعم. عندما حررت القوات السورية جبال القلمون انسحب مجموعات كبيرة من المسلحين، وكان آخر مدينة يبرود، ونحن قلنا أو بدهم ينسحبوا على الزبداني، وهذا الذي حصل لقسم منهم، أو بدهم ينسحبوا إلى الأراضي اللبنانية. بعد ما سقطت رنكوس انسحبوا إلى منطقة عرسال وجرود عرسال وإلى طفيل. جمعت مجموعات من مئات وليس آلاف المسلحين في جرود عرسال، يعني في الأراضي اللبنانية، ومجموعات أخرى كانت إلى أول أمس موجودة بالأراضي السورية في تلك الفجوة اللي بين سلسلة جبال لبنان الشرقية وبين جبال القلمون. كانت إلى أول أمس، ليش تغير شيء يعني؟ لا، من شان يساندوهم، والجيش السوري عم يقصفهم. بدنا نكون هيك نطلع بالجغرافيا، في خلط بالحكي. هلا عم بيقولوا معارك القلمون، هي المعارك مش بالقلمون، حزب الله ما عم بيقاتل بالقلمون، عم بيقاتل في الأراضي اللبنانية بخراج وجرود عرسال يونين نحلة تلك المنطقة وبريتيل، يعني على السفح الغربي. بس المسلحين عميد منهم بجبال القلمون يعني والمناطق البعيرة. سوري بتقولي قلمون يعني سوريا؟ إيه. لا، المسلحين منهم هونيك كمان يعني. لا، جبال القلمون في منهم بجرود عرسال، لكن ما في منهم ايضا بجبال القلمون السورية. مش بالجبال، حتى لقلك حتى سلسلة جبال لبنان
الشرقية هي الحدود بين لبنان وسوريا. نعم. حدود طبيعية مقابلة في الجانب السوري في تلال أو جبال القلمون اللي هي أوطى منها. نعم. لتمتد من قارة إلى النبك دير عطية ويبرود من والزبداني. وهي طويلة كتير بيناتهم وهي ملاصقة وموازي وبارالل في مناطق وعرة جدا. يعني السفح الشرقي لهذه السلسلة أراضي سورية. نعم. نعم المسلحين موجودين هوني. خبيين بالمغاور مستفيدين والجيش السوري ما لحقهم بعد تحرير القلمون. لماذا لم يلاحقهم؟ لأنه عنده اهتمامات كانت أكثر تركهم. المهم حرر مدن وقرى القلمون. هذا السفح ما في كتير مناطق أهلي تركهم فيه. عندما نشبت المعارك في الأراضي اللبنانية بجرود عرسال ويونين ونحلي بينهم وبين حزب الله انضموا مجموعات من هؤلاء. يعني قطعوا اجوا على الأراضي اللبنانية. على الأراضي اللبنانية صار عددهم يقدر بين الألف والألف. نعم. من وين هودي عم يجيبوا السلاح طالما هن مطوقين؟ يعني مطوقين بفعل سيطرة النظام السوري على القلمون. تمام. بالمعركة الأخيرة. مشان هيك عم أقول لك أنه قرار الحسم أتى لتصفية هذه التركة نهائيا. بدها تنفذ منه الأسلحة يعني برأيك؟ بدها تنفذ منهم. عندهم مشكلة لوجستية وعندهم مشكلة بيئة حاضنة. إذا بتطلع بالخريطة مجرد ما يدخلوا الأراضي السورية يعني ينزلوا على القلمون الطيران السوري عم يضربهم من ناحية الشرق. حزب الله عم يطلع من ناحية الغرب والجيش اللبناني بعد ما انتشر في منطقة البقاع قدر يسيطر على المعابر أو الطرق التي تؤدي إلى عرسال واستطرادا إلى طفيل. شو هي طفيل؟ طفيل لسان داخل بالأراضي السورية. إنما هيدي البلدة اللبنانية دولة تركتها صار 70 سنة. دخلت 7 ساعات بس استعراضيا مع وسائل الإعلام وطلعت. بس الجيش اللبناني عم بيقوم بواجبه عامل حواجز على مداخل الطفيل. طيب هول المسلحين كيف عم بيتزودوا باللوجستية؟ بفترة من الفترات كنت تسمعي من شهر شهرين انه سطوا على رعاة. يعني في رعاة عندهم مواشي كانوا ياخذون منهم. في بعض المهربين بعد التهريب لا يزال ماشي لانه سطوا على الرعاة. شو بيأمن لهم يعني؟ بيأمن لهم مواشي. مواشي عم بحكي على الاكل والشرب. نعم هيك للتموين الغذائي يعني. قوافل التهريب كمان كانوا او انه بيقطعوا له الطريق او انه بيتفاهموا مع المهربين. هذا الموضوع اللوجستي انما اختصر الى الحد الادنى. عم تحكي عن الاسلحه والذخائر. نعم كان عندهم كثير من الاسلحه والذخائر في تلك الكهوف وتلك المخابئ. هلا هيدي بدها تنفد بيوم من الايام. لذلك انا بقول معركه ضاريه جدا. نعم. الطيران السوري ما بيقدر يضرب ضمن الاراضي اللبنانيه ويوسع. عم يضرب اوقات عم يضرب الطيران ضمن الاراضي اللبنانيه. يا كاترين الحدود مرسومه على الخريطه بس مش مرسمه على الارض. يعني قصة بتقولي ضمن الأراضي اللبنانية. إذا بتروحي على الأرض ما في زيح يقلك هون الحدود. هي سلسلة هي الحدود. نعم عم يضرب بس مش عم بيوسع. نعم. ولو بده يضرب ضمن الأراضي اللبنانية هلأ إذا لبناني بيسمح للطيران السوري يضرب تنتهي المعركة بأسبوع. ما عاد بدها أسابيع لأنه ما في إلا الطيران. نعم. بيقدر يأسر. طيب هون نحن ما إمكانية أنه يحصلوا على أسلحة هؤلاء المسلحين من خلال التهريب أيضا؟ ما في أي طرق لتهريب أسلحة أم أنه المنطقة مطوقة بشكل لا محكم؟ لا ممكن دايما من قبل النظام السوري. دايما في منفذ مثل ما حصلوا بالزمان على أسلحة بيرجعوا يحصلوا. يعني ما رح تخلص المعركة إذا هيك. لا بس صار وضعهم محلول. بينما حزب الله بيمتاز عليهم أنه عنده بعد جغرافي وراء يعني قرى منطقة البقاع. عنده بعض لوجستي إمكانيات لوجستية وعنده بيئة حاضنة. نعم. هن البيئة الحاضنة اللي كانت لقلهم مدينة عرسال. بعد مدينة عرسال تعبت ومبارح صدر بيان. صحيح. من بلدية عرسال ونحن ما بدنا بقى نفوت بهالقصة. لن تستقبل عرسال هؤلاء في حال تضايقوا وانسحبوا. ما عندهم خيار إلا القتال. نعم. حتى الموت. قد تحتاج هكذا معركة لوقت برأيك؟ أنا ما بعد ما بدي أقدر بس أنا بفترض. أنا امبارح سمعت كنت على العربية أنه واحد قال يقول مسؤول بحزب الله عملية أسبوع. أنا قلت هذا افتراض تفاؤلي بس أنا بقول أنه بدأ أكتر. نعم. بدأ أسابيع لأنه بيتحمل الحزب عم خسائر بشرية يوميا. عم يسقط شهداء لحزب الله كل يوم
وأنا هون بلاقي بدي أقول نقطة بدي يزعل يزعل. نحن من الناس اللي كنا ضد تدخل حزب الله في سوريا، وكنا نتمنى ما يتدخل حزب الله في سوريا، بس بنتيجة الأمر لو ما يقاتل حزب الله بالإقصير، ولو ما يقاتل بالقلمون، ولو ما عم بيقاتل هذه المجموعات هلا، ما كان في خطر أنه هذه المجموعات كانت صارت إذا مش ببيروت على الأقل دخلت منطقة البقاع وعملت فتنة وحرب أهلية بين اللبنانيين أنفسهم. أنا بقول هون لازم يكون إنسان عادل، لازم يكون عنده ضمير، ولازم يحيي هؤلاء الذين يدافعون عن الأرض اللبنانية. بس بإمكانه الاستمرار أكثر يعني مع تكبد الخسائر البشرية اليومية؟ والله أنا بقول أنه القرار اتخذ والحرب فيها خسائر، ولا رجوع عنها، ولا رجوع عنها حتما، وبتمنى أنها تنتهي قريبا جدا. نحن بهمنا أنه هؤلاء مسلحين غرباء، طيب دخلوا الأراضي اللبنانية، أنا ما شفت ولا صوت لبناني مع الأسف من السياسيين بيستنكر، عم بيستنكر ليه نحن عم نحاربهم بالأراضي اللبنانية؟ هذا بجوز؟ هولي غرباء، هولي مسلحين، ثلاث أرباعهم من جبهة النصرة، قسم منهم من الجيش السوري الحر، وهون الجيش السوري الحر هذه المجموعات اللي راحت ما بتقدر تقاتل إيطالي كلاسيكي، وليست خبيرة بحرب العصابات بين هلالين الكر والفر. لذلك أنا بقول بده يكون إنسان موضوعي، هولي سيقاتلون حتى الموت. وبعدين جماعة جبهة النصرة والاندكترينيتد يعني عندهم عقيدة، عندهم عقيدة قتالية. المشكلة وليش عم قلك انه يمكن تاخد وقت شوي، بس من نتيجة الأمر ستحسب. هولي إذا ما لقوا منفذ يعني ينسحبوا على الأراضي السورية، الجيش السوري بالمرصاد، طيب ينتشروا بمنطقة البقاع في القرى اللي ما بتشكل لهم بيئة حاضنة، خطورة أبدا، بدهم يضلوا يحاربوا حتى الموت، بدهم يحاربوا أو بدهم يدخلوا بالقوة إلى عرسال. عرسال ما عاد فيها تتحمل صار عندها 90,000 أو 100,000 نازح سوري، يعني لن تشكل بيئة حاضنة. أنا بعتقد بنهاية المطاف يمكن يروحوا على طفيل، لأنه طفيل مثل ما ذكرنا داخلي بالأراضي السورية، وسوريا لن تهاجم الجيش النظامي يدخل إلى الأراضي اللبنانية ليقتلهم بطفيل. بس إذا راحوا لهونيك هل يا ترى بأمنوا يمكن يأمنوا بأحاضنة؟ ممكن، بس هل يا ترى بأمنوا الحاجات اللوجستية؟ صعبة، لأن طفيل مسكرة، يعني الجيش السوري أو السلطات السورية سكرت حدودها مع طفيل طول عمرها. طفيل من 80 سنة ما إلها علاقة بلبنان، يعني بيقطعوا الحدود وبيتعاملوا بالعملة السورية، ما بيحملوا من لبنان إلا هذه التذكرة. لذلك إذا بتطلعي بنظرة كبيرة على الخريطة بتلاقي أنه هذا الوضع شاد، سينتهي، والقرار اتخذ بتصفية الإرث القلموني. نعم، من القلمون بدنا ننتقل إلى الطائرة الماليزية، لأن بعدين بالقسم الأخير عندنا العراق وكردستان ويعني كل التطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الملف، ولكن بدي أحكي قبل الفاصل الإعلاني عن الطائرة الماليزية ولغز هذه الطائرة التي سقطت وهي في أجواء أوكرانيا، أو أسقطت يعني بحسب بعض المعلومات، تم إطلاق صاروخ وتم إسقاطها وقتل على أثر هذا الحادث 300 من ركاب هذه الطائرة من جنسيات مختلفة. شو تصورك هيك الأولي لما يمكن أن يكون قد حصل في هذه الحادثة؟ لا مش تصور، تبين على أنه صاروخ إيه، بس كيف مين من الانفصاليين الموجودين بأوكرانيا؟ طب إذا الانفصاليين هني أطلقوا الصاروخ، يعني كيف كانوا مستهدفين بوتين؟ مستهدفين، ما هو في كلام ما بعد ما تبين بوتين. لا ما تبين، لأنه لا في قتال عم يجرى. نعم، ولكن يعني هو بصير في تناقض، إذا بوتين هو المستهدف يعني ليسوا الانفصاليين هم من أطلقوا هذا الصاروخ، إذا كان بوتين مستهدف الانفصاليين قاعدين عم بيقوسوا بالهواء، ما في اشتباكات عم تحصل، في حروب صغيرة عم تحصل بأوكرانيا. المصيبة كلها بدأت باختصار، يعني أمريكا مع الأسف هي دائما بتولع المشكل وبتتراجع لأنه بتفشل، كما فشلت في أفغانستان، كما فشلت في العراق، كما فشلت قبلا في فيتنام. شو بدك بأوكرانيا؟ أوكرانيا الحديقة الخلفية لروسيا، راحت حرضت الجماعة الحكم الأوكراني ضد روسيا، دخلنا بمشكلة كبيرة، قامت روسيا احتلت القرم وانتهى الموضوع ولا رجعة لها، وأوكرانيا مهددة بالانفصال بالتقسيم. طيب هلأ في مشاكل عم تحصل بأوكرانيا، مش قادرة السلطة الأوكرانية الضعيفة تسيطر عليها، لذلك اتهمها بوتين
بالعجز وبالتواطؤ لكييف. هلا اللي حصل بالطائره، طيب هل بوتين هو هل يمكن ان يكون بوتين هو المستهدف؟ هلا يمكن تكون دعايه عاملينها انه هو مستهدف، ممكن انه كانت طيارته بنفس الوقت. اول شيء الطيران المدني عم، انت كنت تعرفي من اجواءنا من كل الاجواء، الطيران المدني في عشرات الطائرات تمرق كل عشر دقائق، لذلك ما بدي اقول انه طياره بوتين مستهدف وغلط وصابوا هيدي، ممكن بس هذه كارثه كبيره. عم تقولي لي شو شعورك؟ اول شيء الطيران الماليزي يا حرام، يعني في ناس صيبت عين والله نحس كل شوي. ثاني كارثه بظرف ثاني. هلا المشكله مش الماليزي، الطيران المدني، مجرد هذه الكارثه الفظيعه اللي حصلت امبارح صار في خوف بالعالم. هذه طياره طايره في اوروبا، يعني ما حدا بيعرف، انت راكبه بالطياره ما بتعرفي فوق اي بلد مين بيطلق صاروخ، مين بيطلق صاروخ. لذلك خطيرة جدا إذا لم يتم لملمة هذا الموضوع والتحقيق فيه وإعلانه للرأي العام العالمي وحماية الطيران المدني بأي طريقة، كل الاحتياطات التي تتخذ في مطارات العالم وبمرقوا الواحد بسكان لحتى ما يصير في اعتداء على الطيران المدني، بتطلع النتيجة أنه واحد بيطلق صاروخ بيسقط الطيارة فيها 300 راكب قاعدين لأنهم علاقة. لذلك هذا الموضوع خطير جدا. أنا طيب إذا ما كان بوتين مستهدف، طيب شو الهدف يعني من إطلاق طرف معين صاروخ يستهدف طائرة ماليزية فيها من مختلف الجنسيات؟ أنا ما فيني جواب، من أمريكيين ومن بركي ما عارفين يعني ماليزية شو؟ اللي أطلق الصاروخ يمكن نفكرها طيارة شحن، يعني ما بعرف من هو اللي أطلق الصاروخ، لا أعرف إذا كان مع روسية بيفكرها للمعادي او كان ضد روسيا بيستهدف بوتين مثل ما قالوا او بيستهدف اي. هذا الموضوع ما فينا نحكم فيه لانه بعد ما تاكد، حتى هذه الساعه الكلام والمعلومات متضاربه بانتظار التحقيق. انما يجب معرفه اين سقطت الطائره، من اين اطلق الصاروخ، وبعتقد الاقمار الصناعيه قادره جدا عم بقول انه الطائره سقطت في منطقه يسيطر عليها الانفصاليون هناك. ما دخل وين سقطت، من اين اطلق الصاروخ، لانه الطائره لحتى تنصاب وترجع تقع وهونيك الصراع قريب. باختصار بينعرف فورا بالتحقيق من اين اطلق الصاروخ، من هي الجهات التي تسيطر على هذه المنطقه، وفورا بينعرف لماذا اطلق الصاروخ. ولازم تتوضح لانه بيني وبينك مش بي أوروبا، بماليزيا الطيران الماليزي أو غير الماليزي. يا ستي أنا رحت هذيك اليوم على لاتفيا، ما عرفت فوق أي دول مرقنا. على كل حال هلا في شركات طيران أعلنت رح تتجنب الطيران تتجنب فوق أجواء أوكرانيا. يعني طيب هلا أوكرانيا في أماكن بأوكرانيا. في أماكن أخرى، يعني اليوم الكلام لك هذا بعيدني للتفكير أنه لماذا منعت المعارضة السورية من سلاح مضاد للطائرات، لأنه قامت ليامي بأوروبا كمان. مين بيضمن أنه هذا الصاروخ المضاد للطائرات لن يستعمل ضد الطيران المدني؟ وقتها كان عنوان هيدا عم ينحط. لذلك قضية الطيران المدني يمكن تكون مقصودة وعارفين طيارة مدنية لدب الرعب والفوضى بهيدي، عملت بيرتورباسيون بالعالم كله هلا. لذلك أنا بقول ما فينا نحكي عنها أكثر من هيك حتى يتبين بالتحقيق من أين أطلق الصاروخ ومن هي الفئات التي اسمح لي توقف مع فاصل حضرة العميد، ومن بعده منتابع بالشأن العراقي. نتابع مشاهدينا برنامج الحدث، وفي هذا القسم الأخير ننتقل للحديث مع العميد هشام جابر عن الوضع في العراق انطلاقا من سيطرة داعش على مناطق واسعة من هذا البلد، انطلاقا أيضا من أزمة كركوك وما يحكى عن مشاريع لتقسيم العراق بشكل رسمي في المرحلة المقبلة أو ربما في السنوات المقبلة. حضرة العميد كيف تنظر إلى الوضع في العراق في هذه المرحلة، وهل يمكن أن تعاد عقارب الساعة إلى الوراء؟ تعاد عقارب الساعة إلى الوراء صعب كتير، إنما يمكن وقف النزف، وقف عملية تقسيم العراق، تخفيف الأضرار، لجم هذا الانهيار الذي يؤدي إلى تقسيم العراق. كيف؟ المشكلة هلأ بارح انتخب رئيس للبرلمان العراقي، ينتظر الجميع انتخاب رئيس حكومي في العراق،
وأنا استعرفت اليوم على أنه استبعد الرئيس المالكي حتى من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه، لأنه مش قبلانين فيه. أدرك الجميع أنه أدرك الجميع، حتى الاحتلال التحالف الوطني يعني الشيعي اللي بيضم حزب الدعوة وبيضم عمار الحكيم ومقتدى الصدر رفع يعني كله ضد إعادة نعم. انتخاب الملكي. ولكن هل هذا يحل المشكلة؟ بخفف من المشكلة عندما يصبح اليوم في حكومة بالعراق تمثل الجميع ويرضى عنها الجميع، تعيد لملمة إلى حد ما هذا الانقسام بين العراقيين، الانقسام السني الشيعي المقصود منه تقسيم العراق بعد ما طلعت كردستان، ولا بعدين بنحكي عنها. هذا يمكن تخفيف الإسراع في تنفيذ تقسيم العراق إذا تم تشكيل حكومة في العراق تمثل الجميع نعم. ويضم إليها مجموعات من السنة. ولقلك ليه ما رح يجي؟ لأنه رفعوا حزب الدعوة كتاب لآية الله سيستاني، هن حزب الدعوة اللي بينتمي لهم، أنه بيقولوا له نحن سحبنا دعمنا للرئيس نوري الملكي نعم. كي هذا. طيب عميد، انتخب نائب للبرلمان من حزب الدعوة، يعني لا يمكن لحزب الدعوة أن يكون في السلطة التشريعية وفي السلطة والسلطة التنفيذية. طيب اليوم فلنفترض أنه أتى رئيس حكومة جديد وشكلت حكومة وحدة وطنية شارك فيها الجميع، عمليا على الأرض ماذا سيحل بالمناطق التي سبق أن سيطرت عليها داعش وأيضا يعني عشائر سنية؟ هل ستنسحب هذه الفئات من المناطق التي سيطرت نعم. عليها؟ ماذا سيحل بهذه المناطق وهي مناطق واسعة جدا نعم. من العراق؟ بيلزمها وقت كتير. هيد اليوم الحريق بيحصل بدقائق، بس إطفاء الحريق بده ساعات. لذلك كمان بالنسبة اليوم تشكيل حكومة عراقية يجب أن يتبعه فورا إعادة تنظيم الجيش العراقي. الجيش العراقي في مشكلة، مين اللي عم يقاتل على الأرض؟ العسكر. 30 مليار دولار صرف على الجيش العراقي، يقال أنه في مليون أو على الأقل 800 ألف بالجيش و 400 ألف بالقوى الأمنية، وما في جيش إطلاقا. نحن لما بسمع أنا كعسكري أنه كان في فيلق بالموصل، فيلق بتعرف شو يعني فيلق؟ ثلاث فرق وكل فرقة 12 ألف، عم نحكي ب 30 ألف نعم. عسكري. هذا الفيلق بينسحب من الموصل وبفوتوا داعش كلهم 3-4 آلاف واحد أو 7 آلاف ماكسيمو، هذا شيء لا يصدق. معناته الجيش العراقي مفكك، كان ينتظر بس نكزي نعم. صغيري. وأنا بجتمع بعراقيين من كل الفئات، قال لي شخص امبارح تصور أنه ما قادرين من 600 ألف أنه يكونوا 60 ألف جندي يقدروا يكونوا نواة نعم. لهذا الجيش الكبير لإعادة نعم. تنظيم أصلاً الجيش. أصلاً تقارير أمريكية من كم يوم مخترقين، أنه مخترقين وأنه وفساد قرارهم في إيران لما هكذا قالت لا قرارهم التقارير الأمريكية الاستخباراتية عن الجيش العراقي. هذه قرارهم من بإيران يومين هذا أو ثلاثة أيام، قرارهم بإيران هذا من ناحية. وفي التقارير الأمريكية كمان عم تقول أنه في من المتشددين السنة، يعني من هؤلاء الجهاديين حتى بس بلباس هذا كمان مخترقين بالجيش. يعني شو عم تحكي؟ يعني عم تحكي الولاء؟ أين الولاء؟ المشكلة في العراق والجيش العراقي. الأمريكي هو السبب، ألغى الجيش العراقي من اليوم من الأول للاحتلال، ولم يساعد خلال الاحتلال على بناء الجيش. انصرف 30 مليار ثم عدد من المليارات ولم يبنى جيش. طيب بس هذه عملية إصلاح تحتاج لسنوات، بده عقيدة إعادة بناء الجيش حتى العقيدة من وين بدها تظهر هلأ بظل هذا الاحتقان للمذهب السني الشيعي؟ مش بدها تظهر، بس كل واحد صار عنده عقيدته. طيب ما فينا نترك ونمشي وكل واحد نترك العراق يومصة يعني يتمزق. البعض بيشوف أنه رايح إلى التقسيم، حتى هو رايح إلى التقسيم حتى لو تشكلت حكومة. لا لا أنا عم قلت مينمايز ذا دامج، يعني بالقليل هذا التشكيل حكومي بلملم الناس إلى حد ما في سلطة مركزية. بس هو رايح إلى التقسيم حكماً. لا أنا بقول رايح إلى التقسيم، لأنه صحيح بيقولوا عن إدارة أوباما، وأنا بقول أنه من أفضل الإدارات في تاريخ أمريكا اللي لملمت المشاكل مش لإشعال المشاكل. وأكبر دليل أنه حاول طلع من العراق، يعني اختاروا الأمريكان أسوأ رئيس لحد هلأ، اختاروه أن البدنية. أنا أنا كمراقب يا ستي بقول منذ أيزنهاور كل وإجا جون كينيدي وما طول لأنه كان جيد جداً، الباقي كلها أسوأ إدارة، أسوأ من إدارة، وصولا إلى أسوأ إدارة بتاريخ أمريكا، بعكس ما بيقولوا ديك تشيني. هي إدارة جورج دبليو بوش اللي
يلي الله انقذنا وما كان بالحكم. نعم. طيب كان... نرجع للموضوع اللي كنا عم ايه طيب فيه. حتى هذه الاداره تبع اوباما جو بايدن نائب الرئيس، الناس ما بيعرفوا انه لما كان سناتور هو اللي قدم اقتراح للكونغرس بضرورة تقسيم العراق. طيب هو هلأ نائب الرئيس الأمريكي. نعم. غير رأيه؟ لا ما غير رأيه. أكبر دليل عم نشوف على الأرض كل الممارسات ستؤدي إلى تقسيم العراق. العراق في مشكلة كبيرة، إعادة تكوين السلطة المركزية ضرورية جدا لتخفيف الضرر، نواة للجيش بتقليلي بدأ أشهر بدأ سنوات. نعم نحن بعد الحرب بلبنان قدرنا بعد 77 بتذكر انتهت حرب السنتين 75-76 من 200 عسكري مغاوير الله يوجهه الخير نبي فرحات عميد بالجيش، عملوا معسكرات سموها الالفة وجمعوا هالجيش وصارت تكبر نعم. تكبر من 200-300-400-500 لحتى قدرنا ب 78-79 يكون عندنا جيش. لذلك انا بقول بالعراق هلا عم يبحثوا اعادة تكوين فيلق 2 أو 3 يعني مش أكتر من 70,000 هول يكونوا نواة يرجعوا ينطفوا وإعادة تنظيم. وشو بدهم يعملوا بالفئات يلي هي خارجة عن هذا الموضوع؟ يعني هذا سؤال يطرح على من، وهن فئات واسعة مش بس داعش، يعني اليوم عم نحكي أنه داعش ولكن ليس فقط داعش، يعني داعش وعندها من يساندها، عزة إبراهيم الدوري الحاضنة وعندها عزة إبراهيم الدوري وعندنا العشائر وعندنا. طيب هودي كيف سيتم إعادة مصالحة وطنية فيه؟ باختصار مؤتمر وطني إذا فعلا بدهم ينقذوا العراق، لا بدنا نحكي بأشخاص ولا ما حدا لا يستغنى عنه، ولا بدي أحكي بنتائج انتخابات وهيدا أخذ المالكي 90 مقعد وهيداك أخذ كل هيدا ديمقراطية سلمنا جدلا أنه صح، بس في شيء اسمه الشرعية تستند إلى الدستور والأصوات والأرقام، وفي شيء معها اسمه المشروعية يعني ليجيتيميتي. هل يا ترى هؤلاء يمثلون الشعب العراقي كله؟ الجواب لا. لذلك لنكسب الليجيتيميتي أو المشروعية يدعى إلى مؤتمر وطني في العراق بيدعو السنة والشيعة والكراد والتركمان والمسيحيين. نعم أي عراق نريد؟ هل تريدون عراق موحد؟ وتفضلوا يحكوا كلهم اليوم قبل الغد. نعم. عندي بس دقائق فقط حضرة العميد، بس أنا بدي أحكي معك عن كردستان اليوم وأزمة كردستان من بعد يعني ما صار في ضم لكركوك أو سيطرة على كركوك حتى. نعم. بطلب من القوات العراقية نفسها. نعم. شفنا دخلت البشمركة وتحولت الأمور إلى اتجاهات يعني مختلفة لم يحسب لها حساب ربما يعني قبل الطلب من البشمركة المساعدة في هذا الموضوع. نعم. هل يمكن أن نذهب في قضية كردستان إلى حد إعلان؟ ممكن. الدولة إذا أعلنت دولة كردستان ستتوسع إلى كردستان الكبرى، أنا برأيي بتكون خطيئة مميتة من الأخوة الأكراد، هن بينبسطوا فيها حتما وشورت تيرم أنه والله عملنا دولة، وشايفين تركيا ساكتة هلأ إلى مصالح معهم اقتصادية ومنفط وإلى حد ما في ستسكت عن إعلان دولة يعني حتى ربما مش تسكت إلى حين، وهذا إذا كانت هذه الحكومة التركية ساكتة. تركيا بالوجدان التركي يعني بالقرار ومصلحة الأمة التركية لا يمكن أن تقبل بدولة كردية واسعة تتوسع ربما إلى داخل تركيا. إيران لن تقبل، هيدا خط أحمر عندها. سوريا بدها تقوم من كبوتها بيوم الأيام وتعيد توحيد وضبط الأقاليم المسيطرين عليها كمان ضد هذا الشيء. فقط إسرائيل تريد أن تشجع الأخوة الأكراد لإقامة دولة لأنه بيكون في دولتين. هل يمكن أن يقدموا على هكذا خطوة؟ ممكن أن يقدموا، أنا بتمنى أنه ما يغلطوا. موضوع كركوك كمان، مين قال أنه كركوك يعني إذا سكتوا الأتراك؟ ما هيدي مطلب تركي تاريخي. كركوك وضع خاص، المادة 140 من الدستور العراقي الذي يجب أن يحترمه الجميع بتقول مصير كركوك يقرر لاحقا. طيب بده يعملوا استفتاء. طيب مين بيعملوا؟ مش من جانب واحد، نتائجه معروفة مش من جانب واحد. ما بيقدروا الأكراد هني يطبقوا أو يلغوا المادة 140 من الدستور من جانب واحد. هيدي الشعب العراقي كله، بغداد إلى رأي فيها، النجف إلى رأي فيها، كل العالم إلى الشعب العراقي. هيدي المادة 140 من الدستور اللي عم بيقول السيد البرزاني على أنه هو بده يطبقها، في خلاف أنه أنت ما بتقدر تطبقها لوحدك. لذلك
احتراما للدستور العراقي ما يحصل حاليا في موضوع كركوك انا برايي خطير جدا. بشمركة تفضلت مشكوره وانقذت كركوك من هجوم داعش، بس كانوا بينتظروا كتار انه تقول للبشمركة كركوك اماني عندي انا وانا حميتها من داعش، ستعود الى وضعها الطبيعي تحت سيطره الحكومة الفيدرالية العراقية المركزية. يعني اليوم ما عندما في أعمال خيرية بهالموضوع، مش أعمال خيرية هذا واقع. الأكراد عندهم نعم بيعتبروا قضيتهم، يعني الأكراد ما رح يجوا طبيعي أنه يستغلوا هذه الفرصة وهذه أنا المناسبة. ما بقول هلأ هني موجودين فيها، مش بيقولوا نحن حميناها من داعش لنخدها، نحن ما قالهم حق ياخدوها، ما قالهم حق، مش بهالبساطة بضموها لكردستان. في دول حواليها، في دول إقليمية إلى مصالحها. دولة اليوم بتسكت نعم. اخر شيء ما بتعود تسكت، اذا سكتت ايران مؤقتا بترجع الثيره، اذا سكتت تركيا مؤقتا سوريا عندها مشاكلها، بكره اعاده توحيد سوريا. وانا شايف مش مطول الموضوع السوري كثير، انا شايف متفائل بالموضوع السوري. لذلك كمان ما رح تتخلى سوريا عن المناطق الشماليه تبعها وتسلمها للاكراد ليعملوا دوله كرديه، صعب كثير. وانا بتمنى على الأخوة الأكراد، وكتبت مقال من 7 سنين على هالموضوع أنه من الخطيئة أنه ينعمل دولة. لك لو بعتقد أنا لو الرئيس طالباني موجود وبعده بصحته كان رئيس العراق، مش بهذا الاتجاه. في عدد كبير من الأكراد متحفظين تجاه إقامة دولة كردية كبرى. نحن وقتنا انتهى. معك حضرة العميد هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة. أنا بشكر حضورك معنا وأهلا وسهلا فيك. بشكركم مشاهدينا على متابعتكم حلقة الحدث لليوم، وإلى اللقاء في الغد.